على بس باقي العكس لا تسقط يا احمد. هاجم مسعود بينهم نقاش حاد. يا حبيبي اذا انت رجل غير قادر في نقاش حاد جدا بين مسعود وبهاج. انا اراهن رهان كبير على مجموعتي نحمد الله ونشكره. اكتب اسمك يا اعزائي المشاهدين. اكتب تنظرون اكتب اسمك خلصني يا فهد معيان. انت ناقد وليس ملاك والهويه يا احمد. البركه القبول يا بسام. الله يبارك في عامك. بسام انا والله انا اشوف انا بهذه الحركه انا بالنسبه لي انا احنا عرفنا الان شخصيه بسام. بسام لن ينجح. انا للاسف بعد اذنك. للاسف ما راح تنجح. للاسف بعد اذنك انا اطلع. لا لا هذه مصيبه اللي ما راح ينجح. لو سمحت يا اخي انا على قولتنا ايش اعلامي يتكلم المايك. اتوقع الاتفاقيه بسام عند عون. عندي عون بسام لن ينجح. بالتوفيق. انا انسان تركت اشغالي وتركت اهلي وتركت اعمالي حتى اخذ خبره اكاديميه اعلاميه تجاريه. سلام عليك. ممتاز. بحيث اني انت الان في اول برنامج واقعي ممكن يكون دخل المركز الاخير اعلى من دخل صاحب الجائزه. صحيح. عن طريق المتجر صح ولا لا؟ طبعا. تروح تعطي احمد الرحيم 30% مو منطقي. المتجر سنه في المتجر سنة. سنة. العقد سنه في قبال بهاجي الاقلبي اعطاك عرض مجانا. بس فهد ترى في قاعده احيانا يمكن يكون المجانا احيانا ما يتحمس لك. يعني مثلا انا لما احسبها براسي الان لو انا مفروض عليك مجانا وانا ماخذك مجانا ما راح تتحمل. لا ما راح انت لو مفروض عليك. لا مو مفروض. اقصد انا الان سنه بتسوق لي بلاش. انا اتفق مع وجهه نظر ابو عبد الله. اذا والله بهاج ما اخذ مني أنا ولا شيء بلاش ما راح يتحمس لي. ما راح يخدمني. هو ما رفض. بس ما رفض انه بلاش. في نقطه الا ان بهاج في نقطه عرضه ذا بيكشف. احنا ما بنشبه على المطاعم والمحلات. احنا بنشبه على فريق الكوره. لا فريق الكوره. فريق الكوره قد يجيب لاعب صغير وجديد ويعطيه راتب قليل ويجيب لاعب خبره وثقيل في الملعب لكنه قديم ساحرهم يا عرفت ويعطيه ببلاش. عشان هذا يقوم هذا. اتكلم اذا ممكن. طيب. اتكلم اذا مساله تكامليه. فهد معيان انا اتمنى ان هاليوم تطلع من هالبرنامج وينتهي البث المباشر وانت صحتك سليمه جدا. يلا هذه نختم بسرعه. باقي احمد سابق. احمد الحين اذا كانوا اللي يجوني رجال يا زميلي هذا بيع وشراء. ابو سلام باع واشترى. هو مودني بيع وشراء. بالنسبه يا حبيبي بالنسبه اذا انت ما قدرت على الرجال هذه مصيبه. هذه صفقه تجاريه ما راح احمد رحيم ما راح يخسر المتسابق. المتسابق الاخير ما راح يخسر. انت ما راح تحب نفسك بناء على المتسابق. ما راح يخسر يا حبيبي. تعالوا معي انت كفو مطاليق تروحون مع غيري. لا إذا أعطاكم غيري على عرض قصده أحمد. لا. أحمد قصده إيش؟ إني أنا من اختار. ترى هذه نقطة مهمة. لا لا يا أخي اللي اختار بسام عشق خالد. يا أخي أنت اخترتني ولكني حصلت عرض أفضل ممكن أقبل فيه لكن المشكلة بلاش. لا المشكلة فين؟ إذا كان هناك وفاء من بسام عشق اعذرني المفترض أنه يأتي الخالد. علي هذا الشاب الشاعر للأسف من دواسة أثق فيك. حياك الله علي. يا مرحبا. لا لا بس مبارك فيك يا علي. مرحبا بك. خلاص قبول المبدأ يا علي. ألف مبروك. باقي النقطة الأخيرة لتأكيد دخولك البرنامج. علي احمد الحي معاك بفوض. تفضل احمد. تفضل. سمع العلم ابو شاكر. ابو شاكر جعل عمره طويل وشاف وجهه نظر اخوياه وتوقع ان شاء الله اني حسنت بالاختيار. جعل ربي يوفقكم. نسبتي كذلك 30 على النهايه و10%. طيب انا ابو رحيم عزيز علي لكن هذا الحين اتفاق بيني وبين فترة ثلاث شهور. محمد دعير لا يستاهل. هو يستاهل الربع. اهل الجهره كلهم منطقيين يا اخي. اي خليك انظر الامور منطقيه. يلا تفضل. الربع والله ونعم فيهم من قبلي اكيد لكن انا اشوف اني فارق عنهم. مو انا عندي امكانيه اعلاميه كبيره جدا. املك 400,000 متابع ما شاء الله. فممكن اني اجيب استقطب جمهور اكثر. فمستحيل ان النسبه تكون. انا اعتقد يا مع احترامي لك اعتقد ان الكيان لا يحتاج لاي متابع. لا 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 انت ما انا سولف بيني وبين احمد. اي منكم بيك بيني وبين احمد. تعود الشيطان. ابو متعود انك بيكون اجتهد امامك يا علي. طيب يعني انت ترفض النسبة يا علي؟ والله اي ما ارى اكيد ارفض. طيب في مداخلة بالنسبة. هلا بس قبل هذا هلا انتم شايفين بان هذا الامر عدل؟ احنا ما يعني انا اخذ انا بس احنا ما لنا دخل. ما لنا دخل. احنا شوف انا اعطيك وجهة نظري. ايوه علي علي هو عدل في سبيل ان الرجل سيسوق لك تمام وهو من اختارك مبدئيا تمام وكان سبب اختيارك وجودك اليوم. يمكن الشباب الثاني اختاروك بس في المحصله النهائيه في توزيع الاسماء
احمد رحيم من وقع عليه خيار علي العسام، يستاهل. في خيارات من الشباب الموجودين هناك اذا بتسمع منهم او تسمع. قبل لا يرسل لي احمد جايتني رساله دعوه. السبحه السبحه بس هو سال سؤال احنا بنجاوب على كل قدر كل شباب. انا ارى ان مثل علي عساف ليس من العدل اني اخذ منه 30% او اساوي بغير. الله اكبر عليك. انا ارى المفروض اني هذا حقيقي. انا ارى ان العرض الحقيقي المناسب لعلي مثلا 20-10. تعال تبي تسمع يا علي من الشباب ولا شباب يا علي؟ خلينا نسمع مسعود. مسعود تفضل. طيب مسعود تفضل العروض. خلينا نسمع العروض. مسعود بما ان اخوي فهد معيان يقول العرض الافضل 20-10 فانا بعطيك العرض ذا، اذا تبيه فانت من الناس اللي بتساعدنا ان شاء الله. 20-10 اي 20. لا يمكن احمد يساويك الحين. احمد 30-10 20-10 مثل ما قال اخوي فهد معيان. كم 20-10 كيف 20-10 من مسعود 20-10 وغير احد بيقول شيء. خالد حامد بتقول شيء؟ انا ما عليه ابي احمد الحين. علي 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 جعل ابوك شوف داخله احمد بحاج. ما هي بس الربع، ما هي فرقه بيننا نهائيا. علي جعل اتكلم انا جعل ابوك الجنه. انت ما اختار رايك الا كفو لهذا المكان وكفو انك، وانا مستانس جدا انك انت والشباب الموجودين راح تقودون فريقي باذن الله. تتجاملون بعض انا والله انا والله شوف يا حبيبي اخو من بهاج عندي عرض. خلينا نسمع عرض. خلينا نسمع. تبي نسمع بهاج؟ تفضل بهاج. اخر ما وصلتوا له 20-10 هو قدمها. لا لا قدمها ولا حاجه، وراح اخدمك في امور ثانيه. شوف شوف انت تبيها ابو شاكر اي شيء على ما يشهد مدير القناه. اي شيء تحتاجه اسمع لو يا شيخ اذا عندك اعمال في الكويت انا اروح احكم فيه. انا راجع عنك يا شيخ. يا شيخ العرض 90 يوم العرض ابو شاكر 20-10 تبي جيم اجيب لك جيم. انا والله شفت لا هم جال الحين عرض اللي جاك يا علي جتك ثلاث عروض بهاج بدون مقابل ولا شيء. مسعود 20-10 احمد رحيم 30. انا والله يعني احمد عندك كلام اخير ولا لا؟ اخويا كفو انا والله ما اقدر. والربع ذول كفو مسعود وبهاجكم. الكلام عند علي. خلينا نتكلم. انا ما قصرت في الربع. انا ترى كنت متعمد اسمع العروض، عروض مميزه جدا، لكن بنهايه الامر انا والله ما اقوى على ابو رحيم. صبحك جايك يا والله أيوة. حرام عليك. اقسم بالله اقسم بالله هنا العداد، هنا احمد رحيم، هنا علي، هنا جميل، هنا بسام. بقول لك شيء يا علي تعدى انتبه يا شباب عشان واحد الصوت. اقسم بالله يا حوس صوت اقسم بالله يضيقين الصوت لو سمحت. مسعود لو سمحت تكلم امشي انا اشوفكم تقفلون المسار. اي والله يا جماعه صلع توف جهراوي. جهراوي يبي يبدي رايه. الجهراوي تفضل. حلو اسلم انت بس لا بس قبل كل شيء يا ربع قبل كل شيء لا احمد رحيم من بدا البرنامج كان واثق وانا يدري شنو كان ردي في البدايه واستمراريته وامور كثيره ترى العقد فا اي ما علينا لكن انا واثق باحمد رحيم بعدين 30% اللي راح اجيبها احمد رحيم اللي يعرف بزنس كل ما زادت الكميه على هذا فانا اتوقع ان احمد رحيم مع المداخيل 30% ولا يمكن صفر. طيب اسمع بن دعيرم. طيب يعني والله والله يا رجل قسم بالله اختيارات دايم. احمد بارك الله فيك دقيقه بس يعني بهاج اضعف من احمد رحيم تسويقيا يعني؟ والله في لكن انا شايف احمد وبهاج رجل مميز لكن احمد يحلق الحالة. يا علي انا ما عندي مشكله. صفر الرجال اعطاك صفر صفر. طيب صفر انا الحين صفر من 5000. لا لا بقول شيء. الرجال جايب لي 400 مليون. علي سلطان اسمع انا ما اعرف الرجال. مشكله في المتجر والله ما عندي مشكله انا برفع نسبه المتجر لو انا مكانك بقول راح يا احمد تسوي هو ب 10 بعطيك 15 لكن الجائزه والله ما ياخذ منها الا 5000. والله هو يستاهل يبيها كلها. شكرا يا انا مع احترامي علي انا عندي وجهه نظر ارى ان المتسابقين او مرشحين احمد رحيم كانوا مجاملين على حساب انفسهم. انا ارى ان هذه ممكن الشباب يوافقوني الراي انها تؤدي الى الفشل. لا تخربون بيننا العلاقات احنا تؤدي الى فشل في البرنامج. ترى عند الشيء المسابقه مسابقه والتجاره تجاره. عند الشيء عند الشيء ما مو مبين يا اخي حاجه ممتعه على كل ما فكره ممتعه. ترى ما وقعت ترى ما وقعت مو كل ما والله العظيم خلاص تم الاتفاق تم الاتفاق خلاص. اي عرض بيع يا استاذ علي بالتوفيق. شكرا لك احمد. فرعون شباب دقيقة لا دقيقة دقيقة حلو ما انت دقيقة دقيقة انت احمد فقرة او احمد
تعطيهم مخبات بشكل عظيم جدا. تعطيهم مخبات عارم. انا اخترت روس غيري. اديرت بشكل جيد يا ابو سالم تتفق؟ هل اديرت بشكل جيد؟